ومعنا من مدينة حمص هادي العبد الله، عضو الهيئة العامة للثورة السورية. سيد هادي، أغلب قتلى الأمس سقطوا في حمص، كيف تبدو المدينة بعد ذلك اليوم الدامي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. ما حصل يوم أمس والذي يحصل الآن هو استهزاء واضح بالجامعة العربية وبالمبادرة العربية من قبل النظام السوري، فلم يكتفي بالشرطة الأسد بعدم تطبيقه لبنود المبادرة العربية، بل عمل إلى الاستهزاء بها وبالمجتمع الدولي ككل. ففي اليوم الذي سبق الاجتماع الوزاري العاجل بشأن سوريا، وصلت حصيلة الشهداء في حمص وحدها إلى 19 شهيدا. وفي هذا اليوم أيضا الذي هو يوم أمس، تحولت حمص إلى جبهة حرب حقيقية في معظم أحيائها، فلم تهدأ أصوات القذائف وطلقات الرصاص حتى ساعات الفجر الأولى في الخالدية والبياضة والوعر والغوطة والقصور وباب السباع. وقد استخدمت مساء قنابل المسمارية وقنابل غازية سامة في حي البياضة، مما أدى إلى اختناق عدد كبير من أهالي الحي الذي تحول إلى باب عمر ثاني. فقد امتنعت سيارات الإسعاف وسيارات الهلال من دخول الحي في ظل وجود أكثر من 70 جريحا وانقطاع الكهرباء والاتصالات عن الحي وحصار الحي بالدبابات والمدرعات. حي البياضة حتى عادت من جديد بالتزامن مع أذان الفجر لمنع أهالي الحي من الخروج للمساجد، وما زال إطلاق النار مستمرا في حي البياضة حتى هذه اللحظة. أيضا كان هناك إطلاق نار كثيف في حي الخضر من حاج الفارابي لمنع أهالي الحي من تأدية صلاة الفجر في المساجد. كما تأكدنا من حدوث انشقاقات داخل مبنى القضية الحربية في الوعر مساء أمس، فلم تهدأ الاشتباكات حتى ساعات الفجر الأولى مع سماعنا لصيحات الله أكبر وصيحات أخرى غير مفهومة ونداءات مكبرات الصوت. سيد هادي، في حمص كان هناك الحديث بالأمس عن وجود عربات عسكرية بلون أزرق جديدة على المدينة، ماذا عن هذه العربات؟ نعم أختي الكريمة، العربات الموجودة الآن في حمص تقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول لم يتم تغييره أبدا كما في باب عمر وغيرها، فالدبابات العسكرية ما زالت موجودة وبالعشرات. القسم الثاني تم دهن القسم من هذه المدرعات باللون الأزرق وكتب عليها بوليس أو الشرطة لإيهام الناس أن هذه هي المدرعات لحفظ النظام، ولا أدري كيف أن مزرعة بي إن بي تحفظ النظام يعني وهي مجنزرة. القسم الثالث تم تخبئة عدد من المدرعات في أماكن ضمن الحي أو ضمن المنطقة بحيث لا تراها اللجنة الحقوقية إن أتت. طيب، للعلم أن هذه المدرعات التي هي مدهونة باللون الأزرق هي التي تقصف الآن على حي البياضة. طيب، يعني الانتشار الأمني ما زال مكثف. حدثنا عن الانشقاق الذي تحدثت عنه قبل قليل، هل من معلومات ومتى وقع؟ نعم، وقع يوم أمس تقريبا في حوالي الساعة 11 ليلا بدأ هناك إطلاق نار كثيف وانفجارات داخل مبنى الكلية الحربية. طبعا هناك المعلومات ضئيلة في هذا المجال بسبب منع دخول الخروج إلى الكلية الحربية. رأينا سيارات إسعاف تدخل وتخرج إلى الكلية الحربية الذي أحد لنا الانشقاق هو صيحات الله أكبر وهو يعني وصوت إطلاق النار، واضح من أنه اشتباك وليس إطلاق نار من طرف واحد. شكرا جزيلا لك سيد هادي العبد الله، عضو الهيئة العامة للثورة السورية، كنت معنا من حمص.